كلمتني واحده بعتت لي بنتها كده، بنتها بتتكلم زي الولاد. يعني ولما جت تكلم البنت هقول لك زي الولاد على حاجه يعني زي الولاد هنا كلياتهم قليلات تربيه يعني. هقول لك حاجه، شايف فيلم الرساله؟ طب بتذكر هند بنت عتبه وقت وقفت على حصانها وقالت نحن بنات طارق نمشي على النمارق ان تدبروا نعانق فنفرش النمارق ان تدبروا نفارق فراقا غير وامق. وقفت بصوت عالي وكانت تنافس، وحتى يعني التصرفات اذا بدنا نقول انه الجرأة او الشجاعه هي تشبه بالرجال، لا هي كمان صفات اصيله بالمراه، وهي كانت موجوده وحاضره. سيده خديجه كانت تاجره، كانت لها 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 قوافل النمطيه تجاره بكل النمطيه بكل الاناث يعني. يعني كان في صفات القوه والصوت الحاضر، كان في خطيبه في النساء، وكانت في عهد سيدنا عمر احدى الصحابيات كانت وزيره العدل، وزيره العدل كانت الشفاء طبيبه، وكانت يعني في، وكانت ام المؤمنين سيده عائشه كانت معلمه. يعني الفكرة أنه موضوع القوة والجرأة والصوت المرتفع، يعني نحن صوتنا ليس عورة، صوتنا ثورة. يعني صوت المرأة ليس عورة، صوت المرأة قال لك ولا يخضعنا بالقول، هذا العورة. أما الذي صاحبه نية، أما صوت القوي صوت المرتفع بالحق، وأتألنا قال لهم أصابت امرأة وأخطأ عمر. تمام. يعني طيب هلا الرجال ليش هلا مثلا اذا بدنا نحكي من هذا المنطلق، يعني ليش النساء دائما كانت قويه هلا وخاصه نحن بهذا الظرف، ليش النساء عم تطلع على ميدان العمل وعم تحارب لتقاتل لتاخذ لقمه عيشه؟ ليش؟ لانه الرجال يا اما ما عم يقوموا بمهمه القوام اللي لازم يمارسوها، يعني يا رجاله مش رجاله. ايه طبعا في قسم منه لا في قسم منه. انا طبعا ماني عم عمم، لا انا ماني عم عمم نهائيا، ولا لا انا ماني عم عمم، انا عم بحكي عن نظام القوامة. انا ماني عم عمم، انا عم بحكي عن نظام القوامة كنظام كامل. يعني شايف ان دلوقتي وقت المرأة عم تطلع على الشارع وعم قاتل لتاخذ لقمه عيشه، هل يا ترى لانه زوجها هو مثلا مانه رجل مثل ما حكيت انت، او مثلا لانه هو مانه مؤمن له الحياه الكريمه؟ ممكن يكون هذا سبب. وفي كثير نماذج بالوطن العربي لانه المراه هي عم تشتغل هو قاعد البيت حاطط الشيشه او الارجيله يلي قاعد عم يشرب فيها وهي عم تسعى، هذا النموذج موجود. بس كمان موجود انه هن اثنيناتهم عم يكافحوا ويقاتلوا لحتى أنا يبنوا هذا البيت، فطبيعي انها تكون قويه، طبيعي انها تكون قويه. انا مش ضد انها قويه ومش ضد النماذج.